ضفاف ماستر شيف المغرب، رحلة البحث عن أفضل طباخ هاوي في المملكة ما زالت مستمرة. مشاركين غادي يطيبوا على شرف المطبخ المغربي والمطبخ الفرنسي، وهذا المزيج الفريد من نوعه غادي يعطيهم فرصة للاستمرار في المنافسة. واللجنة اختارت تحطهم في أصعب الظروف. انتبهوا واسمعوا ليا مزيان، طفيو العافية كلكم، هزوا يديكم. عمر دونك ولينا خدامين دازت ميم با واحد 10 مينوت. ستوب تفوا العافيه، حيدوا ديكم، حيدوا كلشي حبس. واو كيس كيس باس ناري عاد بقينا كنفكروا اش غنديروا. شو يقول لنا شنو هو الاختبار الجديد اللي كتخبئ لهم لجنه التحكيم؟ الجواب غدا في البرايم الخامس، ماستر شيف المغرب، وصفه النجاح على دوزام. ناري كلش بنينه وحطيتها له.